انني اعيش السعاده بكل معناها واعيش الجنه بكل معناها هذا الكلام لا اقوله للاعلام وحق الزهراء هذا هو الذي اعيشه انني اعيش السعاده واعيش الجنه بكل معناها في جوار محمد وال محمد في خدمه امام زماني هذه الحياه علمتني علمتني ان لا ابالي إلا برضا إمام زماني، لقد عشت الحياة مع الناس مع القريب ومع البعيد، وعشت الحياة مع محمد وآل محمد، فما وجدت أحدا ينفعني إلا هم صلوات الله عليه، وما وجدت أحدا يدفع الضرر عني إلا هم صلوات الله عليه، هم أملي في هذه الدنيا وأملي في الآخرة. منذ اكثر من اربعين سنه والجميع يعادوني ولا ابهلي مثلما قطعت السنين الماضيه ساقطع ما بقي من العمر وانا احمل على عاتقي تجارتي انها تجاره محمد وال محمد التجاره الكاسده عندكم والرابحه عندي لا لي انها نصيحتي وامنيتي ان ارى ابناء جلدتي وابناء بلدي وابناء طائفتي في العراق وغير العراق ان اراهم يعودون الى الهدى وان اكون من الاسباب التي ساعدتهم على هذا ان يعودوا الى احضان ائمتهم ولذا اخاطبكم بهذا الخطاب فانا لا اضع في جيبي شيئا انا الذي اخرج كل شيء من جيبي كي اوصل لكم هذه الرساله لا احتاج الى شيء يوضع في جيبي انا اخرج كل شيء من جيبي وانا اخرج كل شيء من صدري اخرج قلبي وعقلي فداء لطريق محمد وال محمد منذ البدايه وانا اتمنى ان يجعلني صاحب الامر كناسا كي انظف الطريق امامه كي ازيل هذه القمامه من عقولكم هذا كل الذي افعله ولا أبالي أن الآخرين يكونون راضين عني لا أبالي حتى بأسرتي هل أن أسرتي هل أن أسرتي الصغيرة التي أعيش معها هل هي راضية عني أم ليست راضية عني لا أبالي لا بهم ولا بغيرهم هذه الحياة علمتني علمتني أن لا أبالي إلا برضا إمام زماني. لقد عشت الحياة مع الناس مع القريب ومع البعيد وعشت الحياة مع محمد وآل محمد فما وجدت أحدا ينفعني إلا هم صلوات الله عليهم. وما وجدت أحدا يدفع الضرر عني إلا هم صلوات الله عليهم. هم املي في هذه الدنيا واملي في الاخره مثل ما يقول دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه في تائيته وهو يخاطب الامام الرضا لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها والله إنني لكذلك لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي إمامنا الرضا قال له آمنك الله يا خزاعي يوم الفزع الأكبر وأتوجه إليه إلى أنيس النفوس وأقولها مثل ما قالها دعبل لقد خفت في الدنيا يا أنيس النفوس وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي إذا لم يكن في العقود الماضيه وفي الازمنه السابقه اذا لم يكن هناك من بوابه للمعرفه في زماننا الانترنت موجود في زماننا قناه القمر على الاقل بالنسبه للذين علموا بوجودها قناه القمر موجوده انا لا اطالبكم ان تصدقوني ولا اطالبكم ان تتبعوني ولا اطالبكم ان تتخذوني اماما ودليلا انا اطالبكم واقول احترموا عقولكم واحترموا المعلومات هذه اذا كنتم حريصين على دينكم وتاكدوا منها وقوموا على الامر بانفسكم وادركوا انفسكم أدركوا أنفسكم. هل يمكن لعاقل مثلي أن ينفق هذه الأموال الكثيرة وأن يحصر نفسه في استوديو وأن يعرض نفسه للمخاطر وأن يعرض عائلته للمخاطر من جميع الاتجاهات وأن يشوه سمعته بكل ما يمكن أن تشوه السمعة وبإمكانه أن يجني المليارات وحق الزهرة وحق الزهرة بتلفون واحد. بتلفون واحد باتصال واحد استطيع ان اغير كل هذا فانا اعرف مع من اتكلم واعرف الجهات التي استطيع ان اتكلم معها بجملتين فقط استطيع ان اغير كل حياتي ولكن باي اتجاه؟ باتجاه دنيوي سخيف بعيد عن محمد وال محمد. انني اعيش السعاده بكل معناها. واعيش الجنه بكل معناها، هذا الكلام لا اقوله للاعلام. وحق الزهراء هذا هو الذي اعيشه، انني اعيش السعاده واعيش الجنه بكل معناها. في جوار محمد وال محمد في خدمه امام زماني ليل نهار وانا احشد الحقائق بين ايديكم وهي لا حقيقه لها ما الذي احصل عليه هذه حقائق لا اقول لكم صدقوني ولا اقول لكم اتبعوني اقول لكم احترموا عقولكم وانتفعوا من هذه المعلومات التي اقدمها لكم لا لاجل سواد عيونكم انا حارس حدود وظيفتي ان اقف عند ثغور عقيده امام زماني انا حارس حدود شرطي حدود، قولوا ما تريدون ان تقولوا. علماء العتره يقفون عند ثغور العقيده. انا واحد من هؤلاء الجنود من جنود محمد وال محمد اقف عند ثغور عقيدتهم. انا من شرطه حدودهم. انا من حراس حدودهم. قولوا ما شئتم انا من عبيده ومن اعبد عبيده اضعوا الحقائق بين ايديكم تبصروا فيها تبصروا فيها ادركوا انفسكم وادركوا عوائلكم وادركوا الاجيال القادمه